خالص. انت اتاخرت في سنين حياتك واحنا بنعوض دلوقتي اللي فات بموهبتك دي. ما ينفعش حد يعرف الموهبه اللي عندك. انا عرفتها وتقبلتها عشان بحبك. ايه الضحكه دي؟ في ايه؟ لا اصلك اول مره تقوليها حاف كده بحبك. كل مره كنت بتقولي حاسه اني بحبك، وده معناه انه مش اكيد، فبيتهيألي معنى مختلف، وده برضو معناه ان في حاجه اتغيرت، صح؟ لا يعني هو مش تغيير يعني، بس اتاكدت من مشاعري. وانا دلوقتي بس فهمت يعني ايه امي كانت بتقولي الله يرحمها انها بتدعي لي ليل ونهار. انا بجد انت غيرتي حياتي، انت فرحتيني، وانا نفسي اعمل مستحيل عشان أليق بيكي. طب وتفتكر المستحيل ده ممكن يكون ايه؟ بصراحة مش عارف ايه اللي الواحد المفروض يعمله عشان اوصل للمكانة اللي تكوني راضي عنها. يا سلام، ده اللي عندك ده ممكن يخليك تبقى اهم من جاسر نفسه. مستر جاسر كده مرة واحدة، وانا ايه بس اللي وصلني لجاسر؟ بقولك تبقى اهم من جاسر، تقول ايه اللي يوصلني؟ تفتكري؟ طيب وده هعمله ازاي؟ عندك طريقة لده؟